حملة إيقافات ومذكرات إيداع في السجن ضد مسؤولين كبار في تونس، من بينهم وزير البيئة المقال والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، على خلفية قضية النفايات المنزلية الإيطالية غير القابلة لإعادة التدوير، قضية كشفت التحقيقات فيها أن الفساد شبكة متغلغلة في الدولة وأجهزتها، ولا سيما أن قائمة المتورطين مرشحة للارتفاع. ملف النفايات تتحكم فيه لوبيات، وإن شاء الله التحقيق هذا يوصل إلى تفكيك هذه اللوبيات اللي قاعد تستثمر في النفايات، ووصلت بها الدناءة إلى توريد نفايات منزلية من إيطاليا لدفنها في تونس، والعملية ما زالت مستمرة قد تطال مسؤولين آخرين. أكثر من 200 حاوية إيطالية محملة بالنفايات المنزلية الخطرة ترسو في ميناء سوسة منذ ما يقارب 6 أشهر، وباتت تمثل خطرا على الأرض التي تشغلها وقد تتسرب إلى الطبقة المائية والتراب بحسب ما أكده خبراء في البيئة، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطرة على صحة المواطنين. ثم نفايات عضويه، ثم نفايات سامه تكون موجوده، وهذيك معناها ثم الانبعاثات الغازيه وثم تسميم المائده المائيه. وفي ظل تقدم التحقيقات بشان النفايات المستورده من ايطاليا، عبرت مكونات المجتمع المدني عن رفضها تحويل تونس الى مصب للنفايات الاوروبيه في اختراق واضح للقانون الدولي، ملوحة بتحركات ميدانيه للتصدي لمثل هذه الصفقات المشبوهه. التحقيق في قضية النفايات المنزلية المستوردة من إيطاليا كشفت عن تورط شخصيات نافذة تضر بالاقتصاد المحلي عبر صفقات مشبوهة، ما يفتح الشكوك في ملف التلاعب بالصفقات العمومية. سميحة البغنمي، تونس، الميادين.